اهلا بكم. مناظرة مرتقبة مفصلية تجمع بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وبين منافسته الديمقراطية كاميلا هارس التي لحقت بالسباق الرئاسي الامريكي مؤخرا. تلك المواجهة التي تعتبر الاولى بين المرشحين تحمل اهمية قصوى وقد تلقي بظلالها بقوة على نتائج تقدم كل من هاريس وترامب بين الناخبين لذا يستعد كل منهما للمناظره ولكن بطريقه مختلفه هاريس نائبة الرئيس جو بايدن التي حظيت بترشيح الحزب الديمقراطي تعكف وفقا لوسائل إعلام أمريكية على التدريب على المناظرة في أحد فنادق بيتسبرغ حيث يمكنها التركيز على تحسين إجاباتها التي ستستغرق دقيقتين حسب قواعد المناظرة كما تعمل هاريس مع مستشاريها منذ الخميس الماضي على التحضير للمناظرة وأيضا التفاعل مع الناخبين في الولايات المتارجحه بمساعده كارين دين وهي محاميه ديمقراطيه ساعدت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 في التحضير للمناظرات اما من جهه ترامب فالاستعدادات تبدو مختلفه قليلا واقل دراوه اذ يرفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب التحضير للمناظره ويفضل التركيز على المشاركة وتنشيط الفعاليات المرتبطة بحملته الانتخابية متأكدا من كونه سيكون مستعدا للمناظرة بمجرد وصوله إلى المسرح في المركز الوطني للدستور في فلادلفيا وتسعى هاريس وفريقها خلال تلك المواجهة إلى إبراز تفلت ترامب وتهوره وبالتالي عدم أهليته للرئاسة بينما تبدو هي أكثر اتزانا وهدوءا بينما يسعى ترامب وفريقه على التركيز على نقاط ضعف حرس لا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة والاقتصاد ايضا وسوف تستمر المناظرة بين الخصمين لمدة 90 دقيقة مع فواصل اعلانيه وستكون أول لقاء على الإطلاق بين هاريس وترامب كما ستقام في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فلادلفيا ووفقا لقواعد المناظرة سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشح عندما يكون دور المرشح الآخر في الكلام في حين لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية ويشير آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز تقدم المرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهوري بين الناخبين من أصل لاتيني بثلاث عشرة نقطة مئوية ووفقا للاستطلاع ذاته لم تتقدم نسبة تأييد هارس بين الناخبين من ذوي البشرة البيضاء حيث يتقدم ترامب بفارق خمس وعشرين نقطة مشاهدينا كان هذا عرضا لأبرز ملامح المناظرة المرتقبة بين ترامب وهارس نشكر لحضراتكم طيب المتابعة